منطقة واديب والحرة السيد محمد للدافع على هامش اختتام النسخة الثانية من منتدى الاستثمار 2018 مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على أهم المشاريع التنموية التي استقطبتها هذه المنطقة وانعكاساتها الإيجابية على توفير العديد من مواطن الشغل. ومن أبرز هذه المشاريع التوقيع على بالأحرف الأولى على هامش هذه التظاهرة على العقد التجاري المتعلق ببناء ميناء في مياه الأعماق بن واديب بمميزات فنية عالية وبعمق 18 متر. المؤتمر سمح للصحفيين بطرح عديد الأسئلة التي تم الرد عليها بشكل مفصل من قبل رئيس سلطة منطقة واديب الحرة. وفي رده على أسئلة الصحفيين أوضح رئيس سلطة منطقة واديب والحرة السيد محمد للدافع أن الأرضية ملائمة للاستثمار في هذه المنطقة بحكم التوسع الملحوظ في الخدمات الأساسية من موانئ وطرق ومياه وكهرباء. كما تعلمون بكل كل كل موضوعية وبكل حق القطاع الخاص قد يعود كان عنده صعوبات كبيرة، والله قد يعود قاع ما قد ينطلب منه يعدل شيء في اللي له 15 سنة قبل الآن، في ظل عجز كان حاصل في ياسر من القطاعات والخدمات اللي أساسية واللي كان قد يعود من المجازفة ومن المخاطرة أن رجاج يعدل فيها استثمارات، لأنه كانت الكهرباء ما خالقة والمياه ضعيفة جدا والطرق والمطارات ما خالقين والمواني كلهم. اليوم الحمد لله حصيلة ميزتي العشرية الماردية مرة أخرى يلا تذكر وتشكر صاحبها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز، اللي ما عندنا ميناء هون برد واديب إلا وعرف توسع خلال السنوات الماضية، ولا عندنا منتوج لا بالكهرباء ولا بالمياه ولا بالطرق إلا وعرف تضاعف، وحاله أيضا لمناطق أخرى. بالتالي الدور اليوم صار على القطاع الخاص اللي قد يعود كانت ما يقدر ينطرح لي عار تعداد الاستثمارات فترة معينة، لكن كيف تعرفوا الاقتصاد يقدروا إلى القطاع الخاص، وهو اللي يخلق الوظائف وهو اللي يحصل يصنع النمو وهو اللي يعدل استقلال الفرص الاستثماريه الكبيره. وبالتالي في النهج اللي السنه الحميده اللي ارتأها فخامه رئيس الجمهوريه ارتأينا ان ايضا نعود نعرفوا اللي عندنا من المقدرات ونشيدوا به ونستدعاوا العالم. وكانت هذه النسخه الثانيه كما تعلمون انتم الحمد لله كثيرين شاطرتونا احداث الدوره النسخه الاولى، تعرفون ذا العام القدوم كانت اكثر بالرغم من خصصنا الموضوع التيماتيك او الموضوع واحد هو اللوجستيك بدلا من السنه الماضيه اللي كان اكثر كان يلعب القدوم فيها اكثر لان كانت قطاعات متعدده. ذا العام بالرغم من استدعينا لا الفاعلين في ميدان واحد هو ميدان اللوجستيك، لكن الحضور كان متميز ما خالق شركة من الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل البحري أو اللوجستيك إلا وكانت ممثلة بممثلين وحدين، ولا خارج الشركة المينائية ما كانت موجودة، ولا كان أيضا مشاركة أيضا القطاع الخاص الوطني كانت هي الميزة العام، لأنه كيف تعرفوا مكتب رئيس مكتب اتحاد أرباب العمل الموريتاني شاركونا بالنسخة بالإضافة أيضا إلى رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة الوطنية. ومن داخل التنوذي